فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي أخت تتشاجر مع زوجها صوفي العقيدة والمنهج، ويقوم بضربها ولا يغار عليها ولا يأمرها بالحجاب، بل يدع الأجانب من إخوانه وأصدقائه يصافحونها ويحادثونها. سؤاله: هل يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق بواسطة المحكمة؟ وإن كان ذلك جائزا فما نصيحتكم لي أنا أخوها، وما نصيحتكم لها؟ المحكمة الحمد لله ترفع أمرها للمحكمة والقاضي ينظر هل هي صادقة أو ما هي صادقة، ثم يعمل ما يراه نحوها من الأحكام الشرعية. نعم.